هل نيك ووكر بعد ما انه في 2023 اولمبيا ما لعبهاش؟ والسبب انا كان عندي ستريس وضغط كبير. انتوا عارفين انه بطوله اولمبيا بشكل او باخر اصبحت بس 2023 اصابه و24 انه مش حيكون جاهز. عنده ضغط عصبي كبير، ضغط نفسي. بظن انه هذا الرجل يصبح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام في فيديو جديد. نبدأ ونقول اللهم صلي على سيدنا محمد وآل بيته ورضي الله عن صحبه أجمعين. اليوم جايكم فيديو جديد، وزي ما انتم عارفين أنا اجت الحرب في 2023 وطبعا 2024، يعني الأحداث أنا غير متابعها، يمكن بس تابعت شوي من أحداث أولمبيا عبر الفيديوهات اللي الناس تكلمت عليها، وبعدين شفت شوية صور. 2023 ما شفتش حاجة. اليوم جايكو أتكلم عن بطل كتير كان له هال كبيرة، وكانوا الناس كتير متوقعين أنه يكون مستر أولمبيا في فترة وجيزة، ولكن حالة الأمور أو حالة بينه الأقدار أنه يكون أنه يشارك في مستر أولمبيا مرتين على التوالي 2023 و2024. من هو هذا البطل؟ هو نيك ووكر، أو المعروف أو اللي هو معروف بنيك ووكر، ولكن اسمه الحقيقي هو نيكولاس لويس ووكر، صاحب 30 سنة، لأنه مواليد شهر أغسطس لعام 1994، مواليد 3 أغسطس 94، يعني عمره 30 سنة أو أتم 30 عام. هذا البطل من أول ما بدأ يطلع وبدأ يظهر، أو من بداية ما حصل على كرت الاحتراف وبدأ يحترف، كان طالع مثل الصاروخ، أو كان يعني على طول إن الأضواء التفت حوله. حتى إنه لما رامي فاز ب2020 كانوا متوقعين في إنه 2021 يكون منافس قوي لرامي. هذا البطل عشان ناخد معلومات وجيزة عنه، طوله 1.73 متر، وزنه في البطولات من 110 ل 115 كيلو، وكان 118 كيلو، وزنه خارج البطولات 135 و 100، بصل ل 140. يعني هذا البطل بالنسبة للطول ضخم جدا، وعنده كثافة عضلية وبيظهر بحجم عضلي مهول. نعم، هذه حقيقة لا يمكن الاختلاف عليها. هذا البطل علشان نبقى عارفين منيح، من الناس اللي تعرضت للتحرش الجنسي أيام ما كان طفل، أو اعتداء جنسي أيام ما هو طفل، أو تحرش مثل ما هم كاتبين، وهذا أثر على نفسيته، جعله يكون إنه دائما ملوش أصدقاء وملوش علاقات كثيرة. وكان طبعا تعرض لانه يعني كان مدمن كحول لفتره، وكان مدمن مخدرات، ولكن ما وجدش نفسه في هذه البيئه، وجد نفسه انه ممكن يكون لاعب كمال اجسام. كيف هذا الشيء صار؟ في 2000 وفي عمر ال 14 سنه اتعرف على كمال الاجسام، بالذات انه اخوه لويس جونيور، اسمه لويس او لويس الصغير، أخوه طبعا أكبر منه بكتير، مواليد 87، كان يحب لعبة كمال أجسام ولعب كمال أجسام، ولكن ما حصلش على شهرة. ولكن هذا الشيء جعل نيكولاس يحب كمال الأجسام في عمر ال 14 سنة، مارس كرة القدم وكرة القدم الأمريكية مثله مثل أي مراهق مارس كثير من الرياضات، ولكن في عمر 18 أو 17 وجد نفسه في كمال الأجسام، واتجه لترك المخدرات وترك الكحول لتعرف عليها في السن المراهقة، نسبة لما حدث له مثل كثير من الأطفال بتعرضوا لهذا الشيء بالذات في أوروبا وأمريكا. لما اتجه في هذه الرياضة بدأ في بطولات الهواء في عام 2013، طبعا حقق مراكز أولى، وطبعا كان في بطولات الهواء جيد جدا في الوزن الخفيف الثقيل. طبعا هذه البطولات مش هنخوض فيها، بطولات الهواء كانت بطولة أمريكا اللاتينية، أمريكا الشمالية أو بطولات أمريكا. طبعا هو انولد في نيو جيرسي. هذا البطل بدأ نجمه يسطع، أو بدأ أنه عن جد الناس تحسب له حساب، لما فاز في بطولة أمريكا الشمالية في 2020، حصل على المركز الأول وبتاخد الاحتراف، وفي أول بطولة احترافية كانت شيكاغو برو حصل على المركز الرابع. بعد هيك إجت بطولة نيويورك، نيويورك برو اللي هي بطولة مهمة جدا جدا، ومثل ما احنا عارفين كان اسمها نايت أوف تشامبيونز اللي هي ليلة الأبطال في السابق، كانت بطولة مهمة جدا جدا، ولحتى الآن هي بطولة مهمة، أخذ فيها مركز أول في 2021. في نفس العام حصل على أرنولد كلاسيك أوهايو 2021، وانتو عارفين أرنولد كلاسيك
بطولة مهمة زيها تقريبا، يعني هي أقوى بطولة بعد مستر أولمبيا، بطولة أرنولد كلاسيك، حصل عليها في 2021. وأنا بشوف أنه بصراحة في تلك البطولة، في بطولة أرنولد كلاسيك 2021، كان نيك ووكر جميل، كان يعني في جمالية في جسمه، مش مثل ما ظهر بعد ذلك لما ضخم. أنتوا عارفين الضخامة، مرات لما الإنسان بيكتسب ضخامة ما مرات بيفقد الجمالية في ذلك الوقت. في كتير ناس بتقول نسبة إلى الدوالي اللي في رجليه بتخليه يفقد الجمالية وكذا. أنا صراحة البطل محمد إمام، بطل مصري محترف معروف، حكالي لما شاف نيك ووكر في 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 مرة في بطولة، قال لي عن جد ما كناش نلاحظ قصة الدوالي هذه في الرجلين، يمكن في التصوير بتظهر أكثر يعني، ولكن عن جد نيك ووكر في بطولة أرنولد كلاسيك 2021 كان بصراحة جميل، كان في تناسق، في بالانس بين فوق وتحت بشكل أو بآخر، وكان رائع بصراحة. أنا في ذلك الوقت يعني قلت هذا اللاعب عن جد يعني ممكن يكون قنبلة. في بطولة أولمبيا 2021 اللي كل الناس قالوا إنه ممكن يكون يعمل حاجة أو يسوي إشي، كان في المركز الخامس. بصراحة مركز خامس في أول بطولة أولمبيا شغلة مش مثل ما الناس بتتصور إنه شغلة سهلة، لا بالعكس، مركز ممتاز جدا، تكون في الخمس الأوائل في أول بطولة وأول ظهور لك في أولمبيا حاجة مش بسيطة، ومش كتير ناس قدرت تعمل زي هيك. أساطير في اللعبة كتير ضارت في أولمبيا وما قدرت تعمل هذا الشيء. تاني بطولة كانت في مستر أولمبيا 2022، وانتوا عارفين في هذه البطولة بالذات أخذ نيك ووكر مركز ثالث بعد هادي شوبان مركز أول حصل عليها في ذلك الوقت، وديريك لانسورد. أكيد الجميع بعرف هذه البطولة لأنه كلنا عصرناها 100%. في أرنولد كلاسيك 2023 اللي إجت بعد أولمبيا مباشرة، أخذ مركز ثاني سامسون دودا، أخذ الأول في ذلك الوقت. بصراحة في هذه بطولة أرنولد كلاسيك صار كتير من النقاشات وكتير من القصص اللي قالت إنه نيك ووكر كان بيستحق إنه يأخذ المركز الأول، وسامسون دودا كان ممكن يكون في المركز الثاني. طب ليش؟ قالوا إنه نيك ووكر كان أفضل، تنشيفه أفضل، ولكن ذهب الجميع إنه أرنولد كلاسيك بتدور أهم شيء التناسق وبتدور على الجمالية، وهذا الشيء فعلا صحيح إلى حد كبير، وسامسون دودا لذلك فاز عليه. هذا ما قالوا النقاد في ذلك الوقت. أنا يعني هذا الشيء بنعرفه، بنتذكر أنه رامي حصل في هذه البطولة على المركز الرابع، على الرابع نعم. الآن الموضوع اللي جايين نتكلم فيه، هل نيك ووكر بعد ما أنه في 2023 أولمبيا ما لعبهاش، والسبب أنه أصيب في رجله، وهذه الإصابة طبعا أنا يعني ما حضرتش هذا الشيء، كنا في حرب، ولكن راجعت الفيديوهات وشفت هذه الإصابة بصراحة كانت بليغة يعني إلى حد ما. في ناس تكلمت في ذلك الوقت في بعض الفيديوهات من الإعلاميين اللي شاطرين بس بالحكي، الأجانب أنتوا عارفينهم، قالوا خلاص هذا الزلمة كل عام وانتم بخير انتهى. بصراحة الإصابة ما كانتش بسيطة، وما كانش يعني لحد أنه الإنسان انتهى. أنتوا عارفين اليوم هذا الشاب صغير في العمر لسه يعني مش، وفي اليوم العلاج تطور وكذا، فممكن انه يعني مش لهالدرجة. وطبعا فعلا ما لعبش أولمبيا 2023، وطبعا الإصابة هذه بعديها طبعا أثرت نفسيا في نيك ووكر، كان بحضر وكانت أموره كويسة، وكان يعني إعلاميا كان نشط وكان بقول أنا هحصل على أولمبيا في 2022 مثل ما قلنا، كان مركز ثالث، كان مركز ثالث. ف 2023 ما لعبش البطولة بسبب الإصابة، وهذا كان بالنسبة له خازوق كبير، أثر على نفسيته بشكل كبير جدا، وهذا ما تكلم فيه الجميع، وهو تكلم فيه شخصيا، وحتى وهو بتكلم كان يعني خلاص بده يبكي، أو كان بيبكي بصراحة إنه هذه الإصابة. يعني أنا بعد التجهيز سنة كاملة، أنتوا عارفين إيش معنى تجهيز سنة كاملة، بغض النظر عن الفلوس اللي بتكلفها، بغض النظر عن كل شيء، إنه إنسان بده يطلع لأولمبيا وإنسان نجم ومعروف وكذا وبده ينافس، والهالة الإعلامية اللي حواليه قوية، إنه يصاب هنا كانت مشكلة له كبيرة، ونفسيا كان تدمر الزلم. لكن رغم ذلك رجع وتمرن وكان حينافس في 2024، ولكن أيضا ما نافسش في 2024
24 لم يذهب للمنافس، يعني كان ضايل 3 أسابيع 4 انسحب نيك ووكر من الذهاب للمنافس. طب إيش السبب؟ السبب طبعا في فيديو جديد قبل فترة ظهر هو ومدربه بتكلموا عن هذا الموضوع، بتكلموا على أنه كان عنده ضغط كبير مضغوط، وكان المدرب بيقول لك انا حاسس انه نيك مش حيظهر بالفورما اللي نحن بدنا اياها علشان يفوز، فنحن نروح ننافس وما نحصلش على المركز الاول هذا مش حتكون منافسه كويسه لنا، حتى ممكن تاثر في نيك ووكر بعد هيك ممكن ما ينافسش بالمره، لا انا عاوز اوقفه هان نسترجع نشاطنا نجهز عام كامل جديد ونذهب في باكج كامل لمستر أولمبيا، تنشيف ضخامة زائد جمالية عضلية وتناسق. هذا ما قال في المدرب، بمعنى ما قال نيك ووكر بقول لك أنا كان عندي ستريس وضغط كبير، كنت أشعر بنسبة كبيرة، أنا والمدرب تشاركنا في ذلك أنه أنا مش حكون على المسرح بشكل يعطيني المركز الأول 100%، فمش مهم، ممكن الضرب الماء تقتلك تقويك، ما زلت أستطيع المنافسة وما زلت أستطيع الظهور وأستطيع أني أنافس. ومثل ما بتعرفوا اليوم سامسون دودا عشان يحافظ على لقبه بده يجي بشكل أقوى بكثير، بده يهزم نفسه في 2024، فالمنافسة مش حتكون سهلة أمام نيك ووكر. ولكن مثل ما قلت لكم سابقا، إذا نيك ووكر بحضر في باكج كويس ممكن يكون البطل الجديد. ليش؟ لأنه الهالة الإعلامية ما زالت عليه، نيك ووكر ما زال يستطيع، عنده صراحة بصراحة بصراحة برغم كل شيء، برغم أنه أتفق مع الكثيرين أنه هو مش جميل، ولكن يستطيع الظهور بالضخامة والتنشيف الحجم الجيد، بالذات أنه اليوم هم بتطلعوا للحجم بشكل أو بآخر، أو المعيار الحجم أصبح شيء مهم في وزن الأوبن أو الوزن المفتوح. أنا بظن أن إذا نيك ووكر جاب باكج كامل ممكن يحصل على مستر أولمبيا، هذا مش شيء بعيد ولا مستحيل مثل ما بتكلم الناس. أنا بالنسبة لي مع الناس اللي ماسكة أولمبيا هذه أو الناس المشرفة على أولمبيا، وأنتوا عارفين أنه بطولة أولمبيا بشكل أو بآخر أصبحت بس للأسف ما في من أولمبيا كلمة إلا اسمها بس الاسم، فأظن أنه بيقدر يفوز. نيك ووكر مش إنسان، مش لاعب بسيط، عنده إمكانيات، عنده جينات، عنده كتلة عضلية ضخمة، بظن أنه هو 20-23 إصابة و24 إنه مش حيكون جاهز، عنده ضغط عصبي كبير، ضغط نفسي، بظن إنه هذا الرجل يستطيع أن يفعلها أو يستطيع أن يقدم أكثر، وما زال في جعبته الكثير إنه يقدمه. بظن إنه بيقدر يحصل على أولمبيا، بيقدر ينافس على المركز الأول والثاني بشكل أو بآخر، هذا حسب توقعاتي أنا شخصيا، ولكن يجب أن يأتي نيك ووكر في أفضل من أي وقت مضى وهو يستطيع ذلك، بالذات أنه هذا الشخص منذ ظهوره كان في المراكز الأولى، يعني من أول ما ظهر كان في المراكز الأولى. الكثير بتكلم على أنه نيك ووكر من الخلف قوي وجيد، يعني مش أنه جيد جدا أيضا، بيقدر نيك ووكر يكون مستر أولمبيا حتى مع وجود سامسون دودا، حتى لو سامسون دودا هزم نفسه بظن أنه نيك ووكر بيقدر يجي، ولكن هذا مش سهل، بحتاج إلى جهد أكثر، بحتاج إلى ذكاء، وهو المدرب تكلم في هذا الأمر أنه اليوم محتاج أنك تشغل مخك أكثر وتتدرب بذكاء أكثر وتشتغل بذكاء أكثر ما أنك تشتغل بضغط على نفسك وتضغط على عضلاتك. وحكى أنه نيك ووكر من الناس اللي ما بتجيش بالضغط، يعني هذا الشخص لازم يرتاح نفسيا. بظن أنه الراحة هذا العام كانت أفضل من أنه ينافس ويكون في المركز الرابع أو في المركز الخامس، ممكن هذه كانت تروح فيه للاعتزال بصراحة. فهذا العام اللي أخذه ما طلعش فيه على المسرح، ممكن لو اشتغل على نفسه بذكاء أكثر ممكن يكون منافس. أظن أن نيك ووكر بهذا الماضي القوي ممكن يكون في مستقبل قوي رغم الإصابة، رغم أنه هذه توقف. بالمناسبة نيك ووكر في بداياته في بطولة، يعني في عام 2016 على ما أظن، اتعامل مع مدرب اللي كان مع دالاس ماكارفر في فترة من الفترات. أنا بظن أن نيك ووكر إما دارش باله على نفسه صحيا
ممكن يكون في خطر نوعا ما في الأيام أو في السنين القادمة، لأنه هذا الرجل بتطور بسرعة. بظن أنه حتى في وجبات الأكل، في شغلات كثيرة كان يبالغ. بظن أنه أنا بتمنى أنه هذا الشخص يدير باله على نفسه، وبتمنى أنه يفهم أنه في حياة بعد مستر أولمبيا، أو في حتى لو حصل على اللقب في حياة بعد هذه البطولة، وفي عنده عمر، وهو بالذات عمره 30 عام، يعني لسه قدامه كتير، لازم يعيش ولازم يعمل أسرة ولازم تكون أموره طيبة. فالفوز مش كل إشي، الهالة الإعلامية قلت لكم قبل هيك مش دائما بتكون عند المركز الأول، بتكون عند الأكثر جدلا دائما. وإن شاء الله نجيكم فيديوهات تانية ونتكلم، وأنا دير بالكم أنا حطيت رأيي الشخصي إنه نيك ووكر ممكن يكون في يوم من الأيام مستر أولمبيا، وفي القريب العاجل ممكن في خلال بطولة 25 أو 26 بالكتير ممكن يكون، إذا اشتغل على نفسه صح يكون مستر أولمبيا. كل حبي واحترامي لكم، نلقاكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.